مساء الخير أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة، موضوع جديد من برنامج اسأل طبيب. برنامج اسأل طبيب هالبرنامج اللي يعرض على شاشة قناة سامراء الفضائية، واللي صرنا نعرف عن جسم الإنسان أكثر وأكثر، وصرنا نعرف عن المشاكل الصحية اللي ممكن يواجهها جسم الإنسان. سريعا أعزائنا المشاهدين، بنذكر في برنامجنا هو برنامج أسبوعي على الهواء مباشرة، بطرح وبناقش مشاكل صحية ممكن يتعرض لها جسم الإنسان في حياته اليومية. البرنامج عبارة عن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى موضوع الحلقة اللي بنحكي فيها عن المشكلة الصحية اللي راح تواجهنا، وبنحكي عن العضو اللي بتسبب المشكلة الصحية المشكلة فيه. والفقرة الثانية اللي هي فقرة شاغل بالي، واللي فيها بنجاوبكم على أي شيء شاغل بالكم من خلال اتصالاتكم على هواتف البرنامج. وطبعا اللي بده يجاوبكم على أي شيء شاغل بالكم هو من أهل الاختصاص، من أهل العلم، لحتى نضمن أنه معلومتنا تكون دقيقة وصحيحة وبعيدة عن الإشاعات اللي دائما بنسمعها واللي كتير صارت في مجال الطب وفي عالم الصحة. أما الفقرة الثالثة اللي هي فقرة وصلت المعلومة، اللي فيها بنتأكد أنه معلومتنا عم بنوصل لكم إياها بطريقة سلسة بطريقة سهلة، هي عبارة عن سؤال. هالسؤال عليه ثلاث إجابات، إجابة واحدة صحيحة فقط، وبالتالي فائز واحد معانا راح يكون هالفائز، راح يحصل على جائزة مقدمة من المركز الإنجليزي للعيون في بختياري في شارع دوسايد. المركز الإنجليزي بيقدم لنا جائزة عبارة عن فحص كشفي طبي مجانا لجميع أجزاء العين، زائد نظارات شمسية من مركز النظارات اللي هو أوريدي موجود بالمركز الإنجليزي للعيون. كيف الطريقة اللي بدنا نجاوب على السؤال؟ عن طريق انه نبعت SMS خلال الاسبوع كامل من الحلقة هاي للحلقة الجاي، طبعا بيكون على شريط الرسائل موجود على اسفل شاشة قناة سامراء الفضائية. ما بدنا نطول عليكم، اليوم موضوعنا حيوي كتير، اليوم موضوعنا صار شائع كتير، انتشر بفترة قليلة بكمية او بطريقة واسعة جدا. خليكم معنا لنفوت بموضوع الحلقة، ما رح نتأخر عليكم. ما في أغلى من نعمة النظر علينا، وإحنا الحلقة اللي فاتت حكينا هالشي، واليوم لأهمية النظر ولأهمية نعمة النظر حبينا كمان نركز على موضوع. هالموضوع صار جدا جدا منتشر بالفئة العمرية اللي هي فئة الشباب أكتر شيء، لكن حتى اللي يعني عدوا مرحلة الشباب، وإحنا مجتمعنا كله شباب وكله صحة وحيوية، حتى اللي عدى مرحلة الشباب فعلا بسأل هل ممكن أنا أتعرض لهاي المشكلة، أو كيف أنا ممكن أتخلص، خليني أحكي، من هاي المشكلة. اليوم رح نناقش موضوع حيوي كتير، هو أنه الإنسان يعيش بحرية مطلقة، اللي هو يبعد عن القيود، هاي القيود اللي بتسبب لنا مرات إحراج، مرات بتسبب لنا مشاكل في حياتنا، ألا وهي النظارات. رح نحكي اليوم عن طريقة التخلص من النظارة عن طريق التقنية الجديدة اللي صارت تغزو العالم، اللي هي الليزر. موضوعنا اليوم هو تصحيح النظر بطريقة الليزر أو باستخدام الليزر. رح نحكي شو يعني تصحيح النظر، ورح نحكي كيف بنصلح النظر بالليزر، ورح نناقش مسائل وأسئلة كتير 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 مهمة لليوم. أعزائنا المشاهدين، عشان نعرف شو يعني، أو عشان نعرف مبدأ تصحيح النظر بالليزر، لازم نلقي الضوء ونسلط الضوء شوية على تركيبة العين وكيف العين بتشوف أساساً. معانا صورة رح نشرح لكم عليها، الصورة هاي بتوضح لنا أجزاء وتركيب العين، ولنعرف كيف الضوء بدخل على العين وكيف بشكل الصورة. زي ما احنا شايفين الصورة ورانا، اسمحوا لي أنا أشرح لكم عليها. هاي تركيبة العين، شوي أنا رح أزيح هذا الكرسي شوي عشان هيك أنا أصير حيوية أحسن. أعزائنا المشاهدين، عنا هاي تركيبة العين وتشريح العين. زي ما احنا شايفين العين بتتكون، أهم شيء الجزء الأمامي منها، هذا الشيء احنا بنسميه القرنية، والقرنية هون مهمة جدا، لأنه احنا على القرنية رح نشتغل الليزر، ورح نعرف كيف بنصلح النظر بالليزر. إذا أول جزء عنا القرنية، الجزء اللي بعديها مباشرة هذا اللون الأزرق اللي هو احنا بنسميه القزحية. زي ما احنا شايفين مختارين اللون الأزرق، القزحية هي اللي
بتحدد لون العين، بعدين في عنا فتحة صغيرة، هاي الفتحة اللي هي بؤبؤ العين واللي من خلالها بيدخل الضوء على العين. بعد البؤبؤ عنا شيء اللي هي العدسة، وإذا بتتذكروا الحلقة اللي فاتت حكينا عن المي الأبيض كيف بتكون وكيف علاجه ووين بتكون. المي الأبيض بتكون بعدسة العين اللي ربنا خلق لنا إياها. طبعا ما رح نرجع نعيد الحلقة، لكن بنذكركم فيها إنه لما يصير مي أبيض بنسحب العدسة وبنزرع عدسة مكانها. بعد العدسة مباشرة هذا الجزء الكبير اللي احنا شايفينه هو ليس إلا عبارة عن سائل زجاجي، احنا بنسميه سائل زجاجي أو باللغة العربية بسموه الجسم الهدبي، عفوا السائل الزجاجي، أو باللغة الإنجليزية بسموه vitreous body، أو بالعربي الجسم الهلامي. الجسم الهلامي 99% من جسم الهلامي عبارة عن ماء، 1% منه بروتينات، عشان هيك بيتخذ شكل الهلامي أو شكل الجل احنا بنسميه. طبعا أهم هي كل أعضاء العين مهمة، لكن العضو المهم جدا في النظر هو الشبكية، واللي إن شاء الله لقدام شوي رح نحكي عن مشاكل الشبكية. الشبكية عبارة عن غشاء رقيق جدا بهذا اللون اللي احنا شايفينه، اللون الأصفر، هذا هو الشبكية، غشاء رقيق جدا جدا. هالغشاء بتكون من ملايين الخلايا العصبية اللي بتتحفز لما الضوء يدخل على العين، ولما تتحفز هالخلايا العصبية بتتجمع كلها هاي الخلايا والألياف العصبية في عصب واحد اسمه العصب البصري، تبعت إشارة للدماغ انه صار في تحفيز لصورة معينة وبتتم ترجمتها بالدماغ. بشكل عام هاي تركيبة العين، يعني هي مبدئيا مبين انها سهلة، لكن فعلا العين نظام معقد جدا. عشان نشوف نتخيل كيف العين بتشوف معنا، الصورة اللي بعديها راح توضح لنا كيف الضوء بيدخل على العين. زي ما احنا شايفين اعزائنا المشاهدين، الضوء بيتجه على العين، اول جسم بقابله او اول عضو بقابله من العين هي القرنية، ورح نحكي كيف القرنية بتشتغل. القرنية بتعمل شيء اسمه انكسار الضوء، وانكسار الضوء حتى يتجمع فقط في البؤبؤ، من البؤبؤ بنتقل للعدسة، العدسة بتلعب كمان دور بانكسار الضوء، كله هذا عشان يتجمع الضوء وتتجمع الصورة على مركز الإبصار في الشبكية، حتى يتم تحفيز الخلايا العصبية تنقلها عن طريق العصب البصري إلى الدماغ. إذن عرفنا شو هي تركيبات العين، عرفنا كيف الضوء بدخل على العين، وشو الأعضاء اللي بتلعب دور كبير بانكسار الضوء. أعزائنا المشاهدين، العين هي عبارة عن خليني أحكي نظام سيستم من فيزياء الضوء جدا 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 دقيق، وأي خلل فيه بيؤدي إلى مشاكل عدم الرؤية أو مشاكل عدم وضوح الرؤية. رح نحكي عن شو يعني العيوب الانكسارية بالعين، شو يعني قصر النظر، شو يعني طول النظر، كيف النظارة بتعدل الموضوع، وكيف تصحيح النظر لحتى أتخلص من النظارة. كل هذا بفقرة شاغل بالي، خليكم معنا. من جديد أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين. حلقتنا اليوم رح نحكي أنا وياكم، رح ندردش سوا عن تصحيح النظر أو تخلص من النظارة بطريقة الليزر، وعن طريق الأشعة اللي فعلا الليزر اليوم صار يغزو العالم بشكل كبير، ومعظم التقنيات ومعظم علاجات الطب صارت بالليزر. للي بحب عنده أي موضوع شاغل باله، اليوم رح نكون أنا وياكم سواء أعزائنا المشاهدين، ما رح يكون معنا ضيف تاني، لأنه أنا اختصاصي في طب وجراحة العيون وبالذات تصحيح النظر بالليزر والليزك. وبصراحة كتير كانت تيجي أسئلة أنه يعني من السادة المشاهدين على صفحة الفيسبوك لبرنامج اسأل طبيب أنه لازم أو احكي لنا شوي عن تصحيح النظر، وبالتالي قررت أنه اليوم تكون حلقتنا عن تصحيح النظر بالليزر. للي بحب أي شيء شاغل باله في موضوع حلقتنا اليوم، أنا جاهز للإجابة وللاستفسار وطرح
الحلول إذا كان في مشاكل صحية، ما عليكم إلا فقط إنكم تتصلوا على برنامجنا على الهواتف اللي موجودة على أسفل الشاشة. بداية عشان نعرف مبدأ تصحيح النظر بالليزر وشو مشاكله وأي عمر بنفع وأي مشكلة صحية، أو يعني شو هو طول النظر شو هو قصر النظر، خلينا هيك نتذكر سريعا بس شيء عن إحنا شيء نسميه فيزياء الضوء اللي هي انكسارات الضوئية. سريعا رح نبدأ بالصور معنا، أستاذنا المخرج جهز لنا أول صورة عشان نعرف شو يعني انكسار الضوء، لأنه العين عبارة عن نظام ضوئي، نظام ضوئي كامل بحت 100%، مثل التلسكوب، مثل المناظر، مثل المجهر، هيك العين بتشتغل. معنا الصورة هاي زي ما احنا شايفين أعزائنا المشاهدين، هذا عبارة عن عدسات، عدسة عادية مثل عدسة الكاميرا، مثل عدسة التلسكوب، موجودة زي ما احنا شايفين. هالأشعة بتدخل على العدسة، طبعا الأشعة بتدخل من محورين، أو من يعني خلي أحكي تو أكسس. هل محورين هدول العدسات بتعمل على شيء اسمه انكسار الضوء. لما يصير في انكسار ضوء بتتجمع الأشعة كلها في نقطة واحدة فقط. هاي النقطة احنا بنسميها البؤرة. خليني أشرح لكم هون. احنا عندنا هون الضوء جاي من هاي المنطقة ومن هاي المنطقة، هاي عدسة عادية جمعت الضوء إلى هون وجمعت الضوء إلى هون، وطبعا الأشعة اللي بتمر في مركز العدسة ما بيصير فيها أي انكسار، لكن كلهم بتجمعوا بالنهاية بشيء اسمه بؤرة العدسة. وزي ما احنا شايفين هون كمان جاي أشعة من هون عم بنكسر الضوء، ومن أشعة من هون عم بنكسر الضوء، أشعة من فوق عم بنكسر الضوء فيها. إذن أعزائنا المشاهدين، هاي مبدأ عمل العدسات وتجميع الضوء وأشعات الضوء. وهي الصورة اللي احنا بنشوفها ليس عبارة إلا عن انعكاسات ضوئية، يعني أنا جسمي بكون واقف بيصير علي ضوء، جسمي بيعكس هذا الضوء، فبالتالي أشعة بيستقبلها جسمي، أشعة بيرسلها جسمي، وهالأشعة تروح للعين، والنظام الضوئي أو نظام الانكسار الضوئي بالعين بيجمعها كلها. هاي الصور زي ما احنا شايفين بيجمع هاي الأشعة كلها في بؤرة العين اللي هي الشبكية واللي هي مركز الإبصار. الأستاذ المخرج بيحكي لي أنه في معنى اتصالات، خلينا نأخذ اتصال خفيف. ألو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا سيد حمزة من صلاح الدين، حياك سيد حمزة، أهلا وسهلا. فضل سيدي. عندنا الحجية عندها مية أبيض بعينها، سلامتها إن شاء الله الحجية. إيش قد عمرها؟ عمر 60. إن شاء الله طولة العمر. المي الأبيض، إحنا كان في عنا حلقة السابقة عن الماء الأبيض، اليوم الحمد لله علاج الماء الأبيض صار سهل جدا جدا جدا، ما في له علاج إلا أنه نسحب المي الأبيض، وعملية المي الأبيض يعني خلال 10 دقائق حتى في بنج موضعي بتصير في المركز الإنجليزي للعيون، يعني ونتائجها عالية جدا جدا. المي الأبيض هو علاجه لازم سحبه، ويعني عملية آمنة جدا وما في أي مشكلة فيها. سلامتها إن شاء الله الحجة، وإن شاء الله نتمنى لها دوام الصحة. معنا اتصال كمان. مرحبا سيد عباس، مساء الخير. أنور عباس دكتور، مرحبا دكتور. حياك سيد أنور عباس، إن شاء الله أيامك كلها نور ونظرك يضل في نور. من وين عم تحكي معنا سيد أنور؟ من البصرة دكتور، جنوب العراق. حياك، أهلا وسهلا في البصرة، أهلا وسهلا بأهلنا في البصرة كلهم، تفضل دكتور. أنا سنة 98 تعرفت الحادث العيني. عفواً. تعرفت الحادث العيني، حادث كل البؤبؤ الأسود. نعم. فأجرالي عملية، بعد العملية صار عندي غواص عيني ومت ما أشوف. يعني قبل العملية كان في نظر وبعد العملية ما في نظر؟ ما في نظر بالضبط دكتور. فنصحني الدكتور قال لي سوي نظارات، وأنا تركت كم شوي كان بها يعني. نستمر للرؤية، بس بمرور الزمن قامت ضعف الرؤية. فرحت الدكتور قال لي بس كتب على النظارات، بس أنا ما بدي بس نظارات يعني. شنو المشكلة يعني؟ طيب هلا شكرا لاتصالك سيد أنور. بالنسبة لمشكلتك سيد أنور، هو عادة لما يصير في غواش بالرؤية بعد ضربة معينة، إذا كان أول شيء لازم نحافظ على نظام العين، وإحنا زي ما إحنا شفنا العين نظام مغلق، سيستم مغلق كامل، ممنوع يكون مفتوح نهائيا، ففي بعض الضربات تؤدي إلى إنه النظام هذا يفتح، فبتكون العملية الأولى اللي هي إنه
ترميم هذا النظام، واحنا بنسميها ترميم مبدئي، انه لازم اغلاق العين باسرع وقت ممكن حتى لا يصير في التهابات. الان بعد هاي قد تكون هي العمليه الاولى اللي عملها سيد انور، الان بعد هيك ممكن يصير في اكثر من سبب لتغبيش الرؤيه، واحده منها المي الابيض، واحد منها ممكن يكون في مشاكل بشبكيه العين، ممكن يكون في نزيف بالسائل الزجاجي، ممكن يكون في عتامه على القرنيه مكان ما احنا دخلت او مكان ما كانت العين مفتوحه، معظم ضربات العين تفتح من القرنيه اللي احنا شفناها، اذا سكرناها بخياطه معينه ممكن بعد العمليه تؤدي الى غواش. اعتقد انه لازم يتم فحص العين فحص دقيق جدا، و فحوصات العين الآن صار فيها أشعة وأشعة فوق صوتية وحتى الرنين المغناطيسي وحتى الطبقية، الأشعة الطبقية والمحورية كلها بتعطينا تفسير عن أجزاء وعن تركيب العين. سيد أنور، إذا كانت عينك بتشوف قبل الإصابة يعني فرصة أنها تشوف بعد الإصابة عالية جدا، لكن بصراحة لازم نعرف أنه عضو من أعضاء العين هو السبب في تدني الرؤية وبعد هيك ممكن يتعالج. معنا اتصال آخر، سيد مرتضى. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا سيد مرتضى، مساء الخير. حياك، من وين عم تحكي معنا؟ من بغداد. حياك، أهلا وسهلا وأهل بغداد الله جميعا. الله يستر عليك. عندي طفلة عمرها 5 سنين. نعم. قعدت الصبح لقينا حول، يعني صار حول بعيونها على فجأة. والله وديتها للمستشفى عندنا ببغداد بن هيثم، قالوا لي تصحيح بصر سووا لها، دخلوها شافوها قالوا الشبكه نظيفه مالتها. طيب الحمد لله. اي بس ماكو بعتها حول، يعني نجيب لها مناظر جاي جدد لها ما جاي ترجع عينها. طيب هي السؤال سيد مرتضى، لما تلبس المناظر اثناء لبس المناظر هل يختفي الحول؟ ما بيها. ترجع وكانه ما بيها شيء، ممتاز سيد مرتضى. إيه. إذا الحمد لله مشكلة بسيطة جدا جدا جدا. الحول هو أنواع، وأكيد إن شاء الله رح أخصص حلقة للحول. الحول هو أنواع، أول شيء نبدأ بعلاجه للمناظر. إذا كان الطفل من يلبس المناظر تستعدل عيونه، من يلبس المناظر يروح الحول، إذا علاجه هو فقط البقاء على المناظر إلى أن يكبر. هل المناظر رح تعالج الحول؟ المناظر هي بتعالج أو بتعوض طول النظر اللي موجود عند الطفل واللي بسببه صار الحول، فبالتالي العين ببطل فيها طول النظر فتستعدل. سيد مرتضى، ما في مشكلة لو بنتك لبست المناظر حتى لو وصلت عمر 20، طالما مشكور حبيبي الله يرضى عليك، أهلا أهلا وسهلا شكر. حبيبي أهلا وسهلا. طالما بس ده كمل معلومة حتى للسادة المشاهدين، طالما الحول يستعدل بالمناظر إذا ما في داعي لإجراء أي عمليات، لكن سيد مرتضى يجب على الأقل كل 3 شهور أو كل 6 شهور نرجع نفحص لحتى نشوف هل طول النظر زاد، هل طول النظر قل، وحتى نغير درجات النظارة. طيب نرجع أعزائنا المشاهدين، حكينا أنه هي العين ليس إلا عبارة عن نظام فيزيائي ضوئي دقيق جدا، وعرفنا أنه العين بتشوف عن طريق انكسارات الأشعة اللي منعكسة من الأجسام لحتى تيجي على تتجمع على بؤرة العين ألا وهي الشبكية. زي ما احنا شايفين هون كمان فرصة هاي الصورة نعرض عليها. نفرض هذا القلم، احنا هذا القلم العين راح تشوفه، بنحطه أمام العين، راح يطلع منه أشعة، راح يطلع هاي الأشعة راح تيجي على القرنية، القرنية هاي راح تعمل على انكسار الضوء، والعدسة كمان راح تعمل على انكسار الضوء حتى كله يتكون في بؤرة العين اللي هي الشبكية. طيب الآن خلينا نعرف ماذا يعني طول نظر، شو يعني قصر نظر، وليش أنا بلبس النظارة. معنا الصورة اللي بعديها بتوضح، خلينا نشرح شرح علمي دقيق ما هو طول النظر، ما هو قصر النظر، واللي كتير بنزعج منه ناس اللي هو الأستيغماتيزم. خلينا نشوف الصورة اللي بعديها حتى نوضح للسادة المشاهدين ما هي هاي المشاكل الصحية اللي احنا بنشوفها. معنا هاي الصورة زي ما احنا شايفين، معلش أستاذنا المخرج أنا مضطر أوقف، وأنا المرة الجاية لازم أجيب معي مؤشر عشان أسهل. طيب هلا احنا عندنا هون هاي العين الطبيعية اللي ما فيها أي مشكلة، ما فيها لا طول نظر ولا قصر نظر ولا أستيغماتيزم. إذا بنلاحظ إنه الإضاءة دخلت من هون، انكسرت من هون وهون، وانكسرت من يعني انكسرت انكسار الضوئي، يعني انكسار بالقرنية وانكسار بالعدسة، تجمعت كلها على بؤرة العين. هاي الصورة بتوضح لنا إنها هاي عين سليمة جدا ما فيها أي مشكلة. نيجي لشيء اسمه قصر النظر، وليش احنا سميناه قصر النظر؟ هاي الصورة الثانية بتوضح لنا قصر النظر. قصر النظر هو عبارة عن انه الأشعة اللي داخلة على العين
تتجمع قبل الشبكية، قبل بؤرة العين، قبل مركز الإبصار، فبالتالي سموه قصر، سموه قصر لأنه الأشعة بتنكسر من العدس، من القرنية ومن العدسة، لكن للأسف ما بتوصل على مركز الإبصار، فبالتالي صار اسمه قصر. تتجمع قبل مركز، يعني بتتجمع في السائل الزجاجي اللي هو مي، يعني بالتالي احنا ما استفدنا منها، عشان هيك سموه قصر نظر. ومن هون بدنا نوضح خطأ شائع بيجي يعني معظم الناس، دكتور انا عندي، يعني انا اشوف البعيد، انا عندي طول، انا اشوف القريب، انا عندي قصر. صح، هذا الشيء الى حد ما صحيح، عن فعلا يعني اللي عنده قصر نظر بيشوف الاشياء القريبة اوضح من الاشياء البعيدة. ليش بتتجمع بتتجمع الاشعة هون؟ لانه بتكون القرنية والعدسة محدبة أكثر، وإحنا بنعرف بفيزياء الضوء إنه لما تكون العدسة محدبة بتجمع الضوء، لما تكون العدسة مسطحة بتشتت الضوء. بهاي قصر النظر بتكون عندنا العدسة محدبة أو القرنية محدبة أكثر من اللازم، فبالتالي بتزيد قوتها فبتجمع الصورة قبل الشبكية. هذا قصر النظر. معانا هون اللي هو طول النظر، وهو على عكس تماما قصر النظر، وزي ما إحنا شايفين إنه الأشعة عم تتجمع خلف الشبكية أو خلف بؤرة العين أو خلف مركز الإبصار زي ما إحنا شايفين، فبالتالي ما بتكون عنا صورة واضحة. ليش؟ لأنه بنلاحظ أن القرنية فيها ليست محدبة إنما شوي مسطحة، القرنية فيها بتكون هون شوي مسطحة، هون محدبة زائد عن اللزوم. لما تكون القرنية مسطحة بتشتت الأشعة شوي فبترميها إلى أبعد، إلى ما بعد الشبكية، ومن هون سميناه طول نظر. وفعلا في طول النظر ممكن الأشياء أنت تشوف الأشياء البعيدة، لكن الأشياء القريبة ما بتشوفها. لكن في طول النظر ممكن لا تشوف البعيد ولا تشوف القريب، عشان هيك بنحكي ما تعتمد على أنت مدى الرؤية تبعك، يعني أنت من قريب بطول النظر ممكن ما تشوف، ومن قصر النظر ممكن تشوف، لكن من بعيد حتى في طول النظر ممكن ما تشوف. فتسميتها قصر نظر وطول نظر أجت من هذا الباب. الآن نيجي للمشكلة الثالثة واللي شائعة جدا، واللي الناس فعلا مرات يعني بنزعج لما يسمعها من عنده، لكن اليوم أنا بطمنهم أنه ما تنزعج، وصار في إله حل وممكن يصحح، ألا هو الأستجماتيزم. الأستجماتيزم أو بالعربي بيسموه اللابؤرية، يعني بطول بقصر النظر عندنا بؤرة لكن قبل الشبكية، بطول النظر عندنا بؤرة لكن بعد الشبكية، بالأستجماتيزم ما عندنا بؤرة أساسا. كيف يعني ما عندنا بؤرة أساسا؟ يعني الضوء بيكون متشتت، بتجمع في أكثر من بؤرة وليست بؤرة واحدة. إذن هذا هو الأستجماتيزم. ليش؟ لأنه بتكون تحدبات القرنية، ما هي القرنية حكينا زي العدسة محدبة، بتكون في محور من محاور القرنية التحدب تبعها تحدب مش طبيعي، أو مش طبيعي، تحدب زائد عن اللزوم، فبالتالي بتكون عندي صورتين. فبالتالي معظم المرضى بيجي بيشكي إنه والله يا دكتور أنا عم بشوف خيال، عم بشوف ظل، عم بشوف الواحد تنين. فعلا عفوا، لأنه بكون عنده الأستيغماتيزم بيعملنا صورتين بدل الصورة. إذن ممكن المريض يكون عنده قصر نظر، ممكن المريض يكون عنده طول نظر، ممكن المريض يكون عنده أستيغماتيزم، وممكن المريض يكون عنده أستيغماتيزم مع طول نظر، وممكن يكون عنده أستيغماتيزم مع قصر نظر. أعزائنا المشاهدين، نكون هيك إحنا عرفنا بشكل بسيط ماذا يعني قصر النظر، ماذا يعني طول النظر، و ماذا يعني الأستيغماتيزم، وهل ممكن الأستيغماتيزم يكون لوحده، أو هل ممكن الأستيغماتيزم يكون مع طول النظر، وممكن يكون مع قصر النظر. طيب الآن خلينا نشوف يعني ما هي القرنية، لأنه احنا حكينا الليزر والليزك، أو خلينا نحكي كلمة الليزر هلأ، خلينا كلمة الليزر، لأنه أنا رح أحكي لكم شو الفرق بين الليزر وبين الليزك، وهذا سؤال شائع جدا جدا. بس قبل ما أحكي لكم هيك، خلينا نمشي بتسلسل المواضيع لحتى نستوعبها أكثر وأكثر. خلينا نأخذ الآن صورة عن القرنية ونعرف ما هي تركيبة القرنية، لأنه الليزر بيشتغل على القرنية، وإحنا حكينا القرنية إما أنها تكون محدبة فبالتالي بيكون عندنا قصر نظر، أو مسطحة فبالتالي بيكون عندنا طول نظر، أو بيكون محور من محاورها محدب زائد عن اللزوم، بيكون عندنا الأستيغماتيزم. خلينا نأخذ صورة هيك سريعا عن القرنية لحتى نعرف تركيبة القرنية، وشو أنو عضو من أعضاء أو أنو جزء من أجزاء القرنية بيلعب دور كبير باعتلال الرؤية أو العيوب الانكسارية. هاي الصورة زي ما احنا شايفينها، هي هاي القرنية، هاي الجزء من العين، احنا هاي بهاي الصورة رفعنا القرنية لحالها، وزي ما احنا شايفين القرنية لها سماكة معينة، تمام، ولها تحدب معين. خلينا الصورة اللي بعديها بتوضح لنا القرنية بأجزائها أكثر وأكثر.
هاي القرنية. الآن عندنا القرنية هي عبارة عن خمس طبقات، القرنية هي عبارة عن خمس طبقات، نبدأهم من فوق لتحت. الطبقة الأولى احنا بنسميها الإبيثيليوم أو الظهارة، الطبقة الثانية بنسميها بومنز ممبرين اللي هي بتكون البيزمنت أو البيز للظهارة. الظهارة طبعا باللغة العربية هو نوع من أنواع خلايا الجسم. فالطبقة الأولى والثانية خليني أحكي هي عبارة عن غشاء، عن غشاء بغلف أو بغطي القرنية. طبعا هاي كلها القرنية، هاي كلها القرنية. الغشاء هذا مكون من طبقتين، طبعا هذا الغشاء له وظائف عدة، ممكن يحمي العين، بغطي الأعصاب اللي مسؤولة عن الألم بالعين، فبالتالي احنا ما بنشعر بالألم، بيكون هو الدفاع، خط الدفاع الأول للالتهابات والبكتيريا والفيروسات اللي ممكن تدخل على العين. الطبقة الثالثة من القرنية وهي أكبر طبقة من القرنية، عشان هيك بسموها باللغة الإنجليزية ستروما، أو احنا يعني اللي هي الطبقة الأكبر بالقرنية. هاي الطبقة عبارة عن ألياف مترابطة مع بعض، هاي الألياف سبحان الله معمولة بطريقة بحيث أنه تكون مترابطة مع بعض لكن في فراغات من خلالها بحيث أنه إحنا نشوف. بهاي الطبقة هون بيكون في عندي تحدب زايد، هون بيكون بي عندي تسطح، يعني ممكن تكون محدبة بهالشكل هذا أو مسطحة بالشكل هذا. طبعا آخر طبقة، الطبقة الخامسة اللي هي عبارة عن غشائين برضو مع بعض، غشاء زي الطبقة الظهارية اللي فوق لكن هي من داخل العين. فإذا بدنا نرجع للصورة، هذا خارج العين، هذا داخل العين، الطبقة الأولى والثانية غشاء، الطبقة الثالثة هي اللي بتتم عليها معالجة الليزر، والطبقة الرابعة والخامسة اللي هم بيمسكوا القرنية من داخل العين. إذا إحنا الآن حتى أنا أقوم بعملية تصحيح النظر لازم الطبقة الأولى والثانية أني أرفعها، لانه الليزر ما بيشتغل على الطبقه الاولى والثانيه، هذول عباره عن غشاء يحمي العين، احنا بدنا نعالج العين فاحنا لازم نوصل لهي الطبقه. ففي عمليات تصحيح النظر بالليزر والليزك احنا بنرفع الطبقه الاولى والثانيه لحتى تتكشف لنا الطبقه الثالثه. الان ما هو مبدا الليزر؟ كيف الليزر بيصلح النظر؟ كيف الليزر بخليني انا عندي قصر نظر بعمل ليزر بستغني عن المناظر؟ كيف الليزر انا عندي طول نظر بخليني استغني عن المناظر؟ معنا الصوره اللي بعديها بتوضح لنا كيف مبدا تصحيح النظر بالليزر. نعم، الان عندنا هاي عين، طبعا هاي العين خلينا نحكي انه في عندها قصر نظر، بمعنى قصر النظر معناته انه الشبكيه او انه البؤره تتكون او الصوره بتتكون قبل الشبكيه، وبنفس الوقت بتكون القرنيه محدبه زائد عن اللزوم زي ما احنا شايفين هون، محدبه زائد عن اللزوم. الان هذا قبل عمليه تصحيح النظر. عشان اعوض هاي المشكله بحط عدسه امام العين بتصير تكون الصوره على الشبكيه، وهيك احنا بنكون لبسنا نظاره. عشان نستغني عن النظاره شو بنعمل؟ بنرفع الطبقه اللي حكينا عنها، الطبقه السطحيه للعين، بنرفعها وبنضرب الليزر، وزي ما احنا شايفين بيصير منظر القرنيه هون صار مسطح، يعني هاي الصوره واضحه جدا، صارت القرنيه مسطحه حتى توصل الصوره للشبكيه. اذا هون كانت محدبة، فبالتالي كانت بتجمع الصورة قبل الشبكية، بعد ما عملنا الليزر عليها عملنا الليزر على السطح الأفقي تبعها، وبالتالي صارت مسطحة أو غيرنا في تحدبها بحيث أنها توصل الصورة إلى الشبكية. هذا لو كانت بقصر النظر، أما بطول النظر راح تكون مسطحة، راح نضرب الليزر بتصير محدبة. إذن الليزر ليس هو إلا إعادة تشكيل القرنية، إذا كانت محدبة زائدا بنخليها مسطحة، وإذا كانت مسطحة زائدا بنخليها محدبة. هذا هو مبدأ عمل الليزر، وحتى يشتغل الليزر بيشتغل على الطبقة رقم 3 من القرنية، عشان هيك لازم نزيح الطبقة الأولى والطبقة الثانية من القرنية. إذا هذا هو مبدأ عملية تصحيح النظر بالليزر والليزك. طيب الآن ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين الليزر والليزك أعزائنا المشاهدين؟ الفرق هو بين الليزر والليزك جميع عمليات تصحيح النظر بالليزر. والليزر هو بعالم فيزياء الضوء، هذا الليزر اللي مستعمله اسمه الإكزيمر ليزر، هذا الليزر بيطلع من غاز اسمه أرغون فلورايد. جميع عمليات تصحيح النظر بالليزر تتم بهذا الليزر. لكن الفرق بين العمليات، وهلأ لقدام شوي بالحلقة راح نشوف صورة، لكن الفرق بيناتهم هو أن الطريقة اللي أنا برفع فيها الطبقة الأولى والثانية من القرنية، هون بيصير الفرق.
رح نوضح الصور كمان شوي. الان في عندنا طريقه اسمها بي ار كي اللي هو الناس بيسموها الليزر، وفي عندنا الليزك، في عندنا الفيمتو سمايل، في عندنا الفيمتو سكند، الالترا ليز، كلها جميع هاي العمليات تتم بالليزر، لكن الطريقه اللي ببعد فيها الطبقه الاولى والثانيه هون تختلف العمليات فيما بعض. يعني في البي ار كي اللي هي الناس بيسموها الليزر بمسح الطبقه السطحيه مسح، او احنا بنسميها سكراتش كشت، بمسحها مسح الطبقة الأولى والثانية، فبالتالي بتظهر الطبقة الثالثة بيشتغل الليزر عليها. بالليزك بجيب شفرة، جهاز عبارة عن شفرة زي ما احنا شايفين هون، يعني يسلموا أستاذنا المخرج جابها، هاي طريقة البي ار كي زي ما احنا شايفين. الصورة رقم واحد هي تجهيز العين للإجراء أو العملية، الصورة رقم اثنين الأداء اللي أنا بمسح فيها الطبقة الأولى والثانية زي ما احنا شايفين. هو كشت سهل جدا، طبعا ما في ألم، ما في أي انزعاج بهذه العملية، وجميع عملية تصحيح النظر يعني ما فيها أي ألم. الصورة رقم ثلاثة برجع بضرب الليزر، برجع بعيد تشكيل القرنية. الصورة رقم أربعة الآن بنحط على هاي العين عدسة لاصقة واقية، ممكن نرفعها بعد 3-4 أيام. ليش العدسة هاي؟ لأنه الطبقة الأولى والثانية اللي عملنا لهم مسح أو عملنا لهم كشت بدها ترجع تنمو من أول وجديد، بدها 3-4 أيام ترجع تنمو من أول وجديد. خلال هاي الفترة بنحط للمريض عدسة لاصقة، هالعدسة هاي تحمي من الألم، هالعدسة هاي بتساعد على تكوين وإعادة بناء هاي الطبقة بشكل سليم. هاي الصورة للناس، هاي هي العملية اللي الناس يعني المريض بيجي بحكي ليزر، أنا بدي ليزك، أنا بدي ليزر. وهلأ رح نعرف متى بنختار الليزك ومتى بنختار الليزر. هاي الصورة الثانية اللي هي الليزك زي ما احنا حكينا، الصورة رقم واحد هي تجهيز العين للعملية، الصورة رقم اثنين زي ما احنا شايفين الغشاء هذا الصغير هو الغشاء الأول أو الطبقة الأولى والثانية، هون احنا قصناها بشفرة لكن ما رفعناها نهائيا. الصورة رقم ثلاثة نزل الليزر وعملنا ليزر وأعدنا تشكيل القرنية وبهذا المنظر. والصورة رقم خمسة رجعنا هاي اللي احنا بنسميها فلاب، رجعنا هذا الغشاء. صورة رقم ستة اذا بنلاحظ هاي الصورة الاولى، هاي الصورة رقم ستة غيرنا شكل القرنية. فالفرق بين القرنيات او عفوا الفرق بين العمليات هو فقط بإزالة الطبقة الاولى، لكن الليزر ما بيشتغل، او الليزر بيشتغل على جميع العمليات بنفس التوقيت وبنفس الكفاءة وبنفس الطريقة. اذا لحتى نقيم المريض، لحتى نعرف انو عملية انا ممكن تزبط لي، هل هي البي ار كي، هل هي الليزك، لازم نعمل للمريض عدة فحوصات، وهي الفحوصات بناء عليها بنقيم انو عملية هي اضبط للمريض. معنا صور فحوصات سابقا، او خلينا نشوف صورة الجهاز اللي بنصور فيه القرنية. الان هاي صورة القرنية، ممتاز. خلينا نشرح على صورة القرنية. هاي الآن هاي صورة القرنية بتوضح إنه في عنا بتوضح لنا سماكة القرنية. إحنا زي ما عرفنا إنه القرنية في إلها سماكة معينة، فبتوضح سماكة القرنية، بتوضح تحدب القرنية، هل القرنية محدبة، هل القرنية مسطحة، وبتوضح لنا إذا في مشاكل تمنعنا من إجراء العملية. بناء على هاي الصور، طبعا هاي إحدى الفحوصات، لكن هاي هي اللي هي أهم الفحوصات في إجراء عملية الليزر وتصحيح النظر، لأنه إحنا حكينا بنشتغل على القرنية وبالتالي لازم نصور القرنية. هاي الصورة بتحكي لنا أنه هل ممكن أنا أعمل القرنية أو صعب، ما في مجال أعمل القرنية. لكن على أي أساس أنا بختار أنه بي آر كي أو بختار الليزك، بختار الفيمتو؟ بناء على فحوصات الصورة هاي اللي طلعت معنا، بناء على الدرجات اللي المريض، ممكن المريض يجي يحكي لي أنا بلبس 6 درجات، بناء على الدرجات، بناء على الفحوصات، أنا بختار أي نوع من أنواع عملية تصحيح النظر. إذن لا يعني هي مش على كيف المريض، أو مش كما يحتاج المريض ولا كما يحتاج الطبيب، إنما الفحوصات والعين وكما تحتاج العين. معنا اتصال. ألو، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن ترفع لنا صوتك شوي؟ سيد رائد من بغداد. سيد رائد مساء الخير، بس يا ريت ترفع لنا صوتك شوي، خليني اسمع. وطبعا توطي التلفزيون. نعم نعم، انا عندي شويه النظر مالي تعبان، عندي قصر بالنظر.
سلامتك، كم العمر سيد رائد؟ أنا عمري 25 سنة. نعم، إن شاء الله يا ربي طولة العمر. سيد رائد، هل أنت محافظ ومداوم على لبس المناظر؟ نعم. تلبس النظارة دائما بالتزام، ملتزم بالمناظر لو لا؟ نعم نعم، ملتزم بالنظارة. طيب ممتاز سيد رائد. سيد رائد، يعني قصر النظر هو بصراحة فرصة علاجه بتصحيح النظر وبالليزر أكبر من المشاكل الأخرى مثل الأستيغماتيزم ومثل طول النظر. سيد رائد، إذا حابب تخلص من المناظر، يعني بدنا نسوي لك فحوصات وإجراءات وبناء عليها بنقرر. هل عملت إجراءات أو عملت فحوصات مثل هاي الصورة اللي موجودة؟ نعم نعم نعم. طيب يعني كم درجاتك؟ عندك فكرة كم الدرجات؟ اليسرى 8 واليسرى 6. الآن سيد رائد، الحمد لله في أجهزة متطورة أكثر ممكن تعمل هاي الإجراء، ممكن تعمل هاي تصحيح النظر بالليزر، لكن بصراحة لازم نعمل باقي الفحوصات. يعني إذا في مجال ممكن تراسل المركز الإنجليزي للعيون، هلا رح نحكي رقم هواتفه بآخر الحلقة، ممكن تراسلهم تدزلهم التقارير وهو الطبيب إن شاء الله بنجاوبك على إنه ممكن ترهم أو ما ترهم العملية. معنا اتصال آخر. سيد علي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد علي، من وين عم تحكينا؟ دكتور، سوات عملية بالتسعين. نعم، كم العمر؟ ماي 55 عمري. أهلا وسهلا. نعم 55، يعني أنت عمرتها لما كان 55 سنة عمري. أهلا وسهلا. تفضل سيد علي. سوات عملية بالتسعين. طيب عدسة وعدسة سوى العدسة. طيب سيد علي، بس بدي سيد علي دور قلها هي كاملة. سيد علي اسمح لي بس شوي. سيد علي متحمس. سيد علي، عشان اسمعك كويس واسمع سؤالك واعرف اجاوب عليه، يا ريت توطي التلفزيون بس، يعني بالريموت تحط صامت. نعم تفضل. شو عملية؟ سويت عملية بالتسعين. نعم بعدين. بالتسعين سويت عملية وجاب العدسة، بعدين ما دعم البنج ورا ساعتين تقريبا. وساعتين تقريبا طلعت العمليه، قال يا ابو العدسه ما راح تطلع عدسه خلفيه مو اماميه. زرعوا لك عدسه اماميه مو عدسه خلفيه. العدسه خلفيه مو اماميه، فحط يا سيد علي خلفيه مو اماميه، يعني عدسه عنده في الاماميه هاي. اخوي ايش يعني عدسه خلفيه اماميه؟ طيب سيد علي، نعم سيد علي، الان الفكره يعني عشان نعرف ممكن يصير مرات بعد العمليات اساسا بنقرر قبل دخول العمليه انه رح نزرع عدسه اماميه، ومرات لا سمح الله بتصير مشاكل اثناء العمليه، احدى علاج هاي المشاكل هو زرع عدسه اماميه. الفكره انه العدسه الاماميه والخلفيه سيد علي ما في بيناتهم مشكله، لكن العدسه الاماميه لازم تتم تتابع الطبيب بشكل دوري على الاقل كل 3 شهور مره حتى نضمن انه العدسه الاماميه ما تعمل اي مشاكل اخرى بالعين. فلازم سيد علي كل فتره وفتره على الاقل تروح تشيك ضغط العين، هذا اهم شيء. طبعا ممكن تعمل مشاكل اخرى، لكن اهم شيء نشيك ضغط العين لانه ممكن ترفع ضغط العين. اما بالنسبه للعدسه الاماميه والخلفيه، هي الجزء الامامي من العين هو مكون من حجرتين. يعني ممتاز معنا الصوره هاي، انا اشكرك جدا استاذنا المخرج. الصوره هاي بتعبر انه خلينا نشرح، العين عباره عن جزئين، من هذا الخط الوهمي الى الخلف هذا جزء خلفي، ومن الخط الوهمي هذا هو الجزء الأمامي. الآن الجزء الأمامي مقسوم قسمين، من هذا الخط مقسوم قسم خلفي، فإحنا لازم تنزرع العدسة الخلفية بهذا المكان، لكن بعض مرات ما بتسنى وما في مجال أنه نزرع هاي العدسة، فمنقوم نزرعها في الأمام أو عدسة أمامية بنسميها، قريبة إلى القرنية وراء القرنية مباشرة. هاي العدسة الأمامية زي ما حكينا ممكن توضح الرؤية بالعكس، ونتائجها ممكن تكون رائعة جدا، لكن لازم نحافظ على الفحص الدوري. سلامتك سيد علي. معنا السيد عبد الرحمن اتصال. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا سيد عبد الرحمن، من وين عم تحكي معنا؟ أنا من الموصل. أهلا وسهلا وأهلا بأهل الموصل كلهم. تفضل سيد عبد الرحمن. دكتور، أنا عندي انفصال بالشبكية. سلامتك، كم العمر؟
26. نعم. اي ورجعت الدكاتره ويعني ما حد انطاني بها نتيجه، نحن عينا عدتها بالموصل. طيب سيد علي انت عندك قصر نظر عالي؟ شلون دكتور؟ عندك قصر نظر عالي؟ يعني درجات عندك تلبس مناظر؟ لا لا الحمد لله ما عندي اي قصر وما البس مناظر لا. طيب سيد انا مضروب سابقا يعني مضروب 96 مضروب وسوالي عمليه وتدري سنتين ونصين فاتوا علينا الدواعش ماكو دكاتره وقطرات وعلاجات. سيد عبد الرحمن سيد عبد الرحمن سلامتك ان شاء الله. بالنسبه لانفصالات الشبكيه ان شاء الله بنعمل حلقه كامله عن الشبكيه، لكن بشكل سريع بالنسبه لانفصالات الشبكيه، الشبكيه هي عضو من اعضاء او جزء من اجزاء العين مسؤول عن النظر، لازم يكون موجود في مكانه زي الصوره اللي احنا شايفينها، هذا الاصفر هو هذا الشبكيه، مرات عفوا مرات ينفصل من مكانه. علاج الوحيد انه لازم ترجع الشبكيه مكانها. هون انا في نقطه سيد عبد الرحمن لازم اشرحها، انه بعالم العيون او بطب وعلم العيون هناك مصطلحين، مصطلح اسمه نجاح العمليه ومصطلح اسمه تحسن الرؤيه ما بعد العمليه. بحالات الشبكيه احنا لازم نعمل على ارجاع الشبكيه الى مكانها، وهون احنا بنحكي انه العمليه نجحت، انه احنا رجعنا الشبكيه الى مكانها، لكن هل صار في تحسن للرؤيه او ما في تحسن للرؤيه؟ هذا يعتمد على انه الشبكيه نفسها سليمه او لا. يعني احنا دائما بنشبهها بالشجره، الشجره اذا طلعت من مكانها ممكن تنشف، احنا بنرجع الشجره مكانها، لكن هل فيها حيويه؟ هل فيها حياه؟ لما نرجعها بنعرف. فسيد علي عفوا سيد عبد الرحمن، الحل الأمثل وهو الحل الوحيد اللي موجود هو إرجاع الشبكية إلى مكانها، لكن هل راح تتحسن الرؤية أو ما تتحسن الرؤية هذا يعتمد على سلامة الشبكية، وهل الشبكية فيها حياة، هل الشبكية لسه قادرة على أنها تعمل وظيفتها أو لا. فإذا إحنا لازم نعرف أنه الشبكية هاي هل هي في مكانها أو لا. طبعا أي سؤال أي استفسار ممكن نبعث التقارير للمركز الإنجليزي للعيون في باختياري، وإن شاء الله الأطباء اللي هناك بيجاوبوك على سؤالك. نرجع لموضوع حلقتنا اليوم اللي هو تصحيح النظر بالليزر. تصحيح النظر بالليزر حكينا أنه لازم نصور القرنية حتى نقيم العين، هذا الجهاز اللي هو بيصور القرنية الصورة اللي إحنا شفناها والصورة اللي إحنا عرفناها. إذن احنا هيك عرفنا شو يعني قصر نظر، شو يعني طول نظر، وكيف الليزر بيشتغل، وكيف الليزر بيعيد تشكيل القرنية لحتى تتوضح الصورة امام العين. وعرفنا انه العمليات والاسماء كلها اللي بنسمعها هاي هي عبارة عن ليزر، كلها جميعها بالليزر، حتى اللي بيجي بيحكي انه انا بدي عملية الليزك هي عملية ليزر. الاسئلة الشائعة اللي ممكن نجاوب عليها انه الى متى يتم او الى متى بتضل هالعملية معي. يعني بيجيني شاب او صبية على العيادة، دكتور يعني انا بعد كم سنة راح تضل هالعملية؟ عمليات تصحيح النظر بالليزر بالعلم الجديد تطورت الى انها تصير مدى الحياة، طبعا كل هالاعمار بايد رب العالمين، لكن بنسبة 90% 95% انها تم مدى الحياة. هناك 5% ممكن يصير في تراجع شوي بالدرجات، إذا صار في تراجع بالدرجات صار الآن إمكانية إعادة تصحيح النظر، وبنسميها في عالم العيون اللي بسموها ري إنهانسمنت أو إنهانسمنت أو ريدو بنسبة 5%. هذا يعني لها فيها عوامل كتيرة، لكن 90% عمليات تصحيح النظر بتتمها معانا مدى الحياة. أعزائنا المشاهدين يعني الوقت مضى سريعا، وإن شاء الله أن نكون استفدنا من المعلومات اللي حكيناها. خلينا سريعا نمر على فقرة وصلت المعلومة لحتى نعرف شو سؤالنا اليوم، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد. موضوع حلقتنا اليوم عن تصحيح النظر، وبحب يعني أحكي للسادة المشاهدين قبل ما نحكي السؤال المتعلق بتصحيح النظر، اللي هو اللي بده يجاوب على السؤال ياريت يبعت هو من أي منطقة حتى جماعة المركز الإنجليزي يقدروا يتواصلوا معه. سؤالنا للحلقة اليوم
بحكي اختيار نوع عملية تصحيح النظر، اختيار نوع عملية تصحيح النظر رقم واحد حسب رغبة المريض، رقم اثنين حسب تكلفة العملية، رقم ثلاثة حسب الفحوصات الطبية. إذن اختيار نوع عملية تصحيح النظر هو حسب رغبة المريض ولا حسب تكلفة العملية ولا حسب الفحوصات الطبية. للي بحب يفوز بهذا بجائزة المركز الإنجليزي للعيون اللي هي عبارة عن فحص طبي شامل مجانا لجميع أجزاء العين زائد نظارة شمسية من مركز النظارات اللي موجود في المركز الإنجليزي، ما عليه إلا أنه يبعث الجواب هالجواب على شريط الرسائل طوالة الأسبوع على شاشة قناة سامراء الفضائية. للي بيحب يبعث تقارير طبية عن مشاكل صحية للعيون ما عليه إلا يتواصل مع المركز الإنجليزي اللي هو رقمه 0750537535 أو 0780 6 وحدات. أعزائنا المشاهدين ما بنقدر إلا في ختام آخر حلقتنا اليوم ما بنقدر إلا نتمنى لكم دائما يا رب تكونوا بصحة جيدة وبعافية جيدة. للي ما قدر يحضر حلقتنا اليوم ما عليه إلا أنه يدخل على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة سامراء الفضائية على اليوتيوب أو على الفيسبوك، ولبرنامج شاغل بالك ولبرنامج اسأل طبيب. أنا بالي في شاغل بالي أنه فعلا بهمنا المواضيع اللي شاغل بالكم على صفحة البرنامج اسأل طبيب لحتى يحضر الإعادة لحلقتنا اليوم. وإلى أن ألقاكم بحلقة قادمة مع ضيف جديد مع موضوع جديد من برنامج اسأل طبيب، تصبحوا على خير.